أهلا بكم مشاهدينا الكرام في طبعة جديدة من سكرتير التحرير وجولة في الصحافة المصرية والأجنبية. بداية أرحب بضيفي في استوديو سكرتير التحرير الكاتبة الصحفية نادية أبو المجد وكذلك الكاتب الصحفي طه خليفة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. نبدأ مشاهدينا الكرام بالصحافة الأجنبية من ميدل إيست مونيتور. هناك رسالة مسربة من السجن من محمد سلطان المضرب عن الطعام يتحدث فيها عن ظروف سجنه. كذلك في نيويورك تايمز دولة مصر البوليسية الجديدة وهذا مقال لسارة خرشد إضافة إلى مقال لألان جريش يتحدث فيه عن القبض عليه أثناء ثرثرته على مقهى مصري. نبدأ من العنوان الخاص بميدل إيست مونيتور والرسالة المسربة من السجن من محمد سلطان المضرب عن الطعام. لو تحدثينا بالتفصيل الأكثر عن هذه الرسالة وفحوها كما يعني ذكرت. يعني هي مفروض أنها سربت يوم الأحد وهو يعني في أو نشرت يوم الأحد أكيد سربت قبل كده. يعني هو التاريخ مهم لأنه حاجتين، كان في جلسة ليوم الأحد اللي هي تم تأجيلها لديسمبر، وكمان كان عيد ميلاده 27 ودي تاني مرة هو بيحتفل بعيد ميلاده في السجن لأنه هو معتقل من يوم 27 أغسطس 2013 في القصة الشهيرة اللي هم أصلا ما كانوش رايحين يقبضوا عليه، كانوا رايحين يقبضوا على والده ما لقوهوش فقبضوا على محمد وهو معتقل يعني منذ ذلك الحين. وهو دايما بيقول يعني إن هو ما عندوش تهمة محددة بخصوصه هو غير إن هو ابن صلاح الدكتور صلاح سلطان. فهو بيتكلم يعني هو بيتكلم فيها على مشاعره، بيتكلم على ازاي ان هو لما كان بيلعب باسكت بول وانه الذكريات بقى ذكرياته عشان هو مصري امريكي، هو كان عايش في امريكا. ويعني قبل ما يعني بيحكي عن ذكرياته يعني خلينا نذكر ان هو وده مذكور كمان في الرساله ان هو بقاله أكتر من 290 يوم مضرب عن الطعام، يعتبر من أكبر من أطول السجناء اللي هو مضربين عن الطعام. وبعد كده هو بيحكي بقى بين إنه الحالة اللي هو فيها الجسدية والنفسية. طبعا بيقول إن هو كتير جدا بيصحى على إن هو عنده نزيف من الفم وعنده زي كدمات وأوجاع في جسمه فقد جزء كبير جدا من وزنه طبعا بسبب الإضراب عن الطعام. طبعا صحته ضعيفة جدا، يعني هو بيظهر في المحكمة على سرير اللي هو نقال ده. كمان بيتكلم لكن هو بيقول يظل العذاب النفسي أشد، اللي هو أنا مش عارف أنا عملت إيه وحفضل يعني إنه كابوس ده لغاية إمتى، خصوصا زي ما احنا بنقول إنه هو بقاله أكتر من عام والقضية عمالة بتؤجل وصحته عمالة بتتدهور. وبيتكلم بقى في بين مشاعر الامل والياس والامل في ربنا، لكن بيقول انه اعياد الميلاد بتخلي ساعات بتدي للواحد امل زي الذكرى زي المناسبات المعينه اللي هي فكره انه حاجات بتتبدل وبتتغير وفكره انه كل حاجه في الدنيا لازم هيكون ليها نهايه. طيب في نيويورك تايمز مقال لسارة خرشد عن دوله مصر البوليسيه. يعني هو المقال ده والمقال عفوا ألان جريش الاثنين بيتكلموا على نفس الموضوع اللي هي تجربة اللي هي اعتقالهم الأسبوع الماضي بالتحديد يوم الثلاث الماضي يوم 11 نوفمبر، ان هم كانوا قاعدين في كافيه. سارة بتقول ان كانت هي واختها وألان جريش وهو صحفي يعني من اصول مصريه لكنه مع جنسيه فرنسيه. هي بتتحدث عن نفس الواقع، هي بتتحدث عن نفس الواقع، هم الاثنين بيتكلموا عن نفس الواقع. الواقع اعتقد انها اصبحت معروفه ان هم كانوا قاعدين بيتكلموا في السياسه وفي يعني في عدد من الامور. لما واحده يعني في ست انتفضت فجاه في الكافيه وقالت لهم انتوا هتخربوا البلد، وهم ما خدوش بالهم منها يعني ان هي راحت فتنت عليهم او وشت بيهم وجي حد قبض عليهم. وكانوا عايزين يطلعوا الاول ألان جريش بعد طبعا ما اكتشفوا ان هو جنسيته فرنسيه وهو عمل عدد من الاتصالات بسفارته وبنقابه الصحفيين، لكنه هو اصر ان هو يفضل مع ساره واختها. ساره بتتكلم على فكره انه هي ازاي يعني شايفه انه ده رجوع للدوله البوليسيه اللي هي كانت موجوده ايام ناصر في الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الستينات،
اللي هي بتقمع المعارضين ومش بس كده بتزرع الخوف في المواطنين. وفكرة أنه الأجواء بتاعت الوطنية اللي هي الهستيرية اللي موجودة في مصر اللي هي والأجواء العامة والإعلام اللي هو بيشجع أي مواطن أن هو يفتن على أو يشي به مواطن آخر. وبتتكلم ازاي ان هم كانوا قاعدين يعني انه واضح ان هم كانوا بيتنصتوا عليهم يعني انه قبضوا لما قبضوا عليهم وواجهوها ان هي بتشتغل في جورنال مصري وانها معاها علوم سياسيه بتقولوا قالها لها بصيغه كانها تهم يعني وانه ده مش مفروض انها تهم ولا اي حاجه. بتتكلم ده بيتقول فكرها بانه هي سنه 2008 كانت في سوريا وكانت قاعده في كافيه بتتكلم مع صديق سوري بطريقه عاديه فازاي ان هو خاف جدا ساعتها وازاي ان هي فكرت ساعتها انه في وقت مبارك ما كانش فيه الخوف ده. وبتقول اكيد انه دلوقتي الوضع اسوأ بكتير انه من وقت عصر مبارك وهم بتقول ان احنا ما كنتش متخيل ان احنا نوصل ان احنا نبقى ماشيين على الطريق زي نفس سوريا. نفس الفحوى في خطاب مقال او مقال آلان جريش بالظبط نفس الفحوى لكن يعني هو واصل لثلاث حاجات يعني قال انه في ثلاث رسائل مهمه بالنسبه للواقع. اول حاجه فكره انه ممكن اي حد يتقبض عليه بسبب المواطنين الشرفاء اللي بيسموا المواطنين الشرفاء. فكره القوه السوشيال ميديا ازاي ان هو بسبب السوشيال ميديا انه تم رد فعل والناس عرفت بسرعه اللي حصل. كمان بيقول بيذكر انه هو يمكن كان في رد فعل قوي او مبالغ فيه بالنسبه له لان هو صحفي ابيض ده الطريقه يعني دي الطريقه اللي هو وصف نفسه بيها. لكن بيقول ده مش لازم ينسينا انه في الاف من المحبوسين او المعتقلين في مصر بعضهم مضرب عن الطعام وربما يموت. وقال بالاسم محمد سلطان واتكلم كمان عن علاء عبد الفتاح وبيقول انه مفروض العالم كله يعني يتذكر ده ويدين فكرة الاعتقال العشوائي والاعتقال المفتوح اللي هو في مصر ظلم لآلاف من المعتقلين وإنه مش لازم يبقى فيه لا مبالاة من أي حد بيحب مصر لازم يدين ده بشدة ولازم يحاول يضغط إن هو ينهي الوضع ده. طيب ننتقل إلى الوضع في سيناء. في رويترز تقول مصر ستعمق من مساحة المنطقة العازلة برفح إلى 1000 متر بعد اكتشاف أنفاق أطول. هذا بالطبع كان متوقعا. اليوم السابع في الصفحة الأولى بالأسماء والمعلومات. حماس قتلت جنودا في سيناء. خالد مشعل اجتمع مع فتحي حماد وزير داخلية الحركة السابق بمخيم النصيرات يوم 13 أكتوبر للتخطيط لعملية كرم القواديس. في 18 أكتوبر هربوا أبو مؤمن البغدادي عبر الأنفاق والتقى حازم المنيعي القيادي بأنصار بيت المقدس لتنفيذ العملية التي قادها الزهار من غرفة العمليات. يعني هذا حسب نسج صحيفة اليوم السابع. لا نعرف يعني من أين استقت هذه المعلومات، هل من هناك من دلائل ساقتها الصحيفة، هل هناك من وثائق معينة، هل هناك من صور، هل هناك من يعني أمور قد تشير إلى هذه الرواية بقريب أو بعيد، لكن لا نعلم. اليوم السابع أيضا في الصفحة الأولى زيادة مساحة المنطقة العازلة مع قطاع غزة لكيلو متر بعد أن كانت 500 متر. الوفد في الصفحة الأولى يتحدث عن توسيع المنطقة العازلة بسيناء من 500 إلى 1000 متر ويتحدث عن اكتشاف أنفاق بطول 800 متر وتدمير 12 فتحة والجيش يقتل إرهابي بالإسماعيلية. الأهرام في الصفحة الثانية زيادة مساحة المنطقة العازلة في رفح. المصري اليوم أيضا في الصفحة الأولى سراديب إرهابية على الحدود والجيش يوسع المنطقة العازلة ومقتل 6 تكفيريين واستهداف كمين وسيارة إسعاف دون وقوع إصابات. الجمهورية في الصفحة الثانية تتحدث عن أن القوات المسلحة تواصل إحكام سيطرتها الأمنية على الحدود وتدمير 12 نفقا وضبط 1000 مسدس صوت و22 بندقية خرطوش. الوطن في الصفحة الأولى تتحدث عن نقلا عن مصادر أمنية تقول أن حماس هي وراء عملية كرم الخواديس ومشعل صاحب الفكرة. روزا اليوسف في الصفحة الأولى القوات المسلحة تواصل إحكام سيطرتها الأمنية على مدينة رفح. وفي الوطن في الصفحة الثالثة زيادة المنطقة العازلة في رفح إلى كيلومتر. يبدو هناك إجماع على تناول هذا الخبر في معظم الصحف، مسألة توسيع المنطقة العازلة عن وكالة الأنباء المصرية الرسمية ألف شين ألف. آه.
طيب، هو يعني كل المواقع تحدثت عن توسيع المنطقة العازلة ل 1000 متر، إضافة إلى يبدو أن في اتفاق أيضا على في اكتشاف ل 12 نفق. يبدو أن معظم الروايات اتحدت لكن اختلفت في بعض الأمور الفرعية التانية. هو فعلا الخبر مأخوذ، الصحف نشرت الخبر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبالتالي ستجد النص المنشور في كل الصحف هو نص واحد، المعلومات الواردة في النص معلومات موحدة. واتهام حماس، يعني هذا موضوع وهذا موضوع. هناك بعض الاختلافات، أنه توسيع المنطقة العازلة من 500 متر إلى 1000 متر أي كيلو ستجده في كل الصحف بلا استثناء. أما موضوع حماس ستجده في صحيفتين اثنتين فقط، هما اليوم السابع والوطن. واختلفت كل جريدة في طريقة عرض الموضوع وفي طريقة التناول. اعتمدت الصحف في تبرير توسيع المنطقة العازلة من 500 إلى كيلو أو 1000 متر على اكتشاف 12 نفق جديد. ليس اكتشاف الأنفاق في حد ذاتها، إنما أن الأنفاق يصل بعضها إلى مساحة 800 متر، بمعنى الطول إلى 800 متر، بمعنى أن 500 متر الأولى بعد عندما ننتهي من 500 متر سنجد أن أنفاقا تمتد 300 متر أخرى أسفل المنطقة التي لم يتم هدمها، وهذا يستدعي هدم 300 متر وإضافة 200 متر أخرى للتوسيع. يعني نحن المبرر الأساسي أن هناك أنفاق بطولها 800 متر، هذا يعطينا شرعية أن نمدد المساحة إلى كيلومتر أي 1000 متر. لكن لو اتعملت منطقة عازلة على 500 متر ده مش هيقضي على الأنفاق، حتى لو الأنفاق كان طولها متجاوز 500 متر. يعني أعتقد من الواضح أنه الأخبار الأولى التي قالت أنه المنطقة العازلة ستكون في حدود 5 كيلومتر، يعني مع هذا التطور الجديد أزعم أو لدي قلق أو مخاوف حقيقية من أنه بالفعل هذه المعلومات التي تم نفيها. يعني في البداية قيل أن المنطقة 5 كيلومتر، وتصدى مسؤولون ووسائل الإعلام لنفي هذه المعلومة، لأن 5 كيلومتر مساحة كبيرة. وقيل ساعتها أيضا أنه هذا مطلب إسرائيلي أساسي من مصر، أن تكون هناك منطقة عازلة بعمق 5 كيلومترات، ونفت السلطة. يبدو اليوم بعد التوسيع من 500 إلى 1000 متر أنه قد يتحقق، وقد تصل المنطقة بالفعل إلى 5 كيلومترات تحت ظهور مبررات أو ذرائع جديدة كل يوم. يعني أمس كنا نتحدث عن 500، اليوم نتحدث عن كيلومتر، غدا قد يظهر هناك مبرر جديد ليتم توسيع المنطقة من كيلو إلى كيلو ونصف متر، 1500 متر إلى 2000 متر إلى 2500 إلى 3000 متر وهكذا. ستجد في التناول الإعلامي لهذا الخبر تناول في اتجاه واحد، أستاذ ماهر، لم تكلف صحيفة واحدة نفسها مسؤولية طرح السؤال العكسي، بمعنى هل هذا التوسيع ضروري؟ يعني الأنفاق التي تم اكتشافها كان مثلا يمكن أن يتم هدمها، هل ده يستدعي اكتشاف يعني 13 نفق أو 12 نفق؟ هل ده يستدعي توسيع المساحة إلى 500 متر إضافية بطول 13.5 كيلومتر، بما يعني ذلك من هدم مزيد من البيوت، بما يعني ذلك من إخراج مزيد من السكان، بما يعني ذلك من زيادة التكلفة المالية في التعويضات التي ستصرف للمواطنين السنويين أصحاب هذه البيوت؟ لم تطرح الأسئلة العكسية، لم تطرح وجهة نظر أخرى، لم يكلف أحد أن يكتب شيء يفسر أو شيء يقول أنه لم يكن هناك ضرورة، أو ما هي الضرورات أو ما هي المبررات القوية التي تدفع في اتخاذ هذا القرار. لكن هو صراحة الواحد لما ببص للصحف يعني بلاقي عناوين يبدو أن هي يعني الرسالة مشوشة للغاية. يعني في الوقت اللي احنا بنقول في عناوين مثلا زي صحيفة اليوم السابع بتقول فيها بالأسماء والمعلومات حماس قتل الجنود في سيناء مهم. وفي نفس الوقت سراديب إرهابية على الحدود والجيش وسع المنطقة العازلة، ويبدو الأخبار كلها ماشية في اتجاه أن مصر في حرب مع الإرهاب بشكل كبير، هو صحيح. نفس الوقت اللي صحيفة الأهرام بتقول أن عودة حركة السياحة صحيح. لطبيعتها والاستثمارات، وده المنشط الرئيسي كمان. يعني هل يجتمعان؟ يعني هو السؤال دلوقتي، هل الوسائل الإعلام المصرية يعني بتوصل رساله كده في طريق واحد؟ لا، اعتقد ان في تشويش، في تناقضات وفي تضارب وفي رسائل متناقضه ومتضاربه للعالم الخارجي نفسه. حتى في خبر السياحه نفسه
شركات السياحة نفسها تقول أن الوضع في مصر جيد وأنه يجب نقل هذه الرسالة إلى العالم الخارجي حتى يطمئن وبالتالي يرفع الحظر عن سفر السياح إلى مصر. طيب العالم الخارجي عندما يقرأ هذه الأخبار المنشورة في الصحف وهذه التغطيات وهذا التفزيع وهذا الترهيب وهذا التخويف كيف سيرفع الحظر المفروض على السياح؟ الموضوع المهم موضوع حماس، لأنه اليوم السابع الجريدتين اللي تناولوا الموضوع اليوم السابع والوطن اليوم السابع يعني حققت الموضوع يعني نصبت نفسها محققا وأصدرت أحكام يعني باتة ونهائية، قالت بالأسماء والمعلومات حماس قتلت جنودنا في سيناء. عندما تقرأ نص الخبر المنشور نص يعني نص ما هو منشور، لا أستطيع أن أقول أنه خبر، سأقول نص ما هو منشور لأنه يصعب يعني تحديده، هل هو خبر، هل هو يعني معلومات، هل هي يعني هل هو تقرير يعني أنا لا أريد أن أدخل في هذه المنطقة الآن لأنه قد يحتمل تفسيرات عديدة ما هو منشور في اليوم السابع. بالقطع تقول إنه حماس قتلت جنودنا في سيناء، وتأتي اليوم السابع بتفاصيل دقيقة وتفاصيل صغيرة، وكما لو كان محرر اليوم السابع عنصر أساسي في، إذا افترضنا أن هذه المعلومات تمت يعني إذا افترضنا أن هذه أن ما هو منشور، لا أقول معلومات، إذا افترضنا أن ما هو منشور دقيق وصحيح أستاذ ماهر، ده يعني حاجتين، يعني إما أنه محرر اليوم السابع الذي نشر هذه المعلومات كان عنصرا أصيلا في كل هذه في فترة التخطيط التي بدأت من يوم 1 أكتوبر وتواصلت 13 أكتوبر و18 أكتوبر و20 أكتوبر حتى تم تنفيذ العملية يوم 26، أو أن الجهاز الأمني أو الأجهزة الأمنية التي أعطته هذه المعلومات وأعطتها أيضا لجريدة الوطن كانت حاضرة أو كانت مشاركة أو كان لها أطراف داخل هذا التخطيط الجهنمي الدقيق الوثيق الذي انتهى بالعملية الكبيرة التي تمت يوم 26 يناير. طيب. وهنا السؤال الأساسي، طالما أن هذه المعلومات كانت تتابع أو طالما أن هذا التخطيط كان يتابع بمثل هذه الدقة الشديدة، لماذا لم يتم إيقاف العملية؟ صحيح. لماذا لم يتم القبض على المنفذين؟ لماذا لم يتم إعاقتهم؟ وده يرجعنا إلى 25 يناير عندما قيل أيضا أنه هناك مجموعات من حماس ومن حزب الله اخترقت خط الحدود الطويل جدا وصارت من المنطقة جيم إلى المنطقة باء إلى المنطقة ألف في قناة السويس، ثم عبرت قناة السويس، ثم دخلت القاهرة، ثم نامت في القاهرة وعسكرت في القاهرة، ثم ذهبت إلى السجون. طيب. يعني ما قيل يعني لم يحسم هذا الأمر، تبقى البينة على من ادعى يعني تبقى يعني يعني احنا مش ضد اي رواية، بس احنا عايزين نشوف دلائل عشان خاطر نعرف نقول يعني مش هينفع نسوق لمعلومة من غير ما يكون لها دليل. النص الذي نشرته اليوم السابع لا يتضمن مصدر واضح ولا مصدر محدد، ولم تتحدث حتى يعني ما هو متداول في الصحف المصرية هذه الأيام أنه قالت مصادر أمنية، قالت مصادر سيادية. طيب. قالت مصادر مطلعة، لم يتضمن هذه الإشارة. طيب. تعال نشوف جريدة الوطن أستاذ ماهر الدين دقيقة من فضلك. الوطن استخدمت نفس النص ما هو منشور أيضا، لن أقول معلومات ولن أقول تقرير ولن أقول أي شيء. كويس. فليترك هذا لبيان رسمي يصدر عن الجهات السيادية أو الجهات الأمنية أو الرئاسة أو الحكومة. ماشي. هذا هو المحك. لكن الوطن كانت أكثر حرفية أكثر ذكاء في التعامل مع هذه المادة. محرر اليوم السابع نصب نفسه يعني حريص على الجيش، حريص على الشرطة، حريص على الدولة، نصب نفسه أنه الوطني الأول، أنه الحكيم الأول، وأخذ يتحدث عن العمليات القذرة، عن الجماعات القذرة، عن تفكيك الجيش، عن قطع زراعة الشرطة، عن إسقاط الدولة وما إلى آخر هذه العبارات التي صارت معروفة التي صارت متداولة. وهو لم يوجه الاتهام لحماس فقط، إنما وجه الاتهام لقطر بأنها مولت العملية بستة مليون دولار، وأن المخابرات التركية الطرف الثالث في توجيه الاتهام المخابرات التركية بأنها كان لها دور في تنفيذ العملية. الوطن استخدمت النص لكنها كانت أكثر كما قلت ذكاء في التعامل معه بأن نسبته إلى مصادر مجهلة، وإن كانت سمتها مصادر أمنية وأن جهات سيادية حصلت على معلومات تؤكد أنه حصل كذا وكذا وكذا. والوطن لم تدخل في مسألة إسقاط الجيش ولا تفكيك الدولة ولا قطع يد الشرطة ولا 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 كشفت مصادر ولا مثل هذه الأمور كلها، إنما تعاملت مع المعلومات. اليوم السابع تقع في خطأ جسيم، ولا أدري كيف لم يتنبه يعني كاتب هذه المعلومات أو هذه الرواية. يقول أنه خالد مشعل بنفسه عقد اجتماع في مخيم النصيرات يوم 13. كيف خالد مشعل يقيم في قطر وحين يتجول في هذا البلد أو ذاك؟ خالد مشعل لا يذهب إلى غزة. كيف دخل خالد مشعل غزة؟ لن يدخل غزة إلا عن طريق مصر أو أن تكون إسرائيل بقى سمحت، أو أن إسرائيل سمحت بإدخاله إلى الضفة ومن الضفة إلى غزة، أو أن الأردن سمحت بإدخاله
ولو دخل عن طريق الأردن لابد أن يمر عن طريق إسرائيل بالمناسبة. ودخل وخرج وما حدش. كيف دخل وكيف عقد اجتماع؟ الوطن كانت أكثر ذكاء، لم تقل أن خالد مشعل عقد اجتماع، ولكن قالت عقد اجتماعا بتوجيهات أو بتعليمات من خالد مشعل. نحن لدينا الأطراف الثلاثة المتهمة دائما، حماس، قطر، تركيا في مثل هذه الأعمالات دون تقديم. أنا كنت أتمنى أن الرواية الرسمية أن السيسي يوم تاني يوم العملية تحدث عن أنه جهات خارجية تقف وراء هذه العملية. هل هذه الجهات الخارجية؟ إذا كانت هذه الجهات الخارجية كنت أتمنى من الدولة المصرية كدولة مصرية يعني لديها الثقة بنفسها، ودولة مصرية لديها قواعدها ولديها أركانها، أن تخرج لنا ببيان رسمي حاسم وبات ونهائي وقاطع، وتوجه الاتهامات إلى هذه الأطراف إذا كان بالفعل هناك دور لهذه الأطراف. طيب. ثانيا، أنت بهذا الشكل تحول حماس إلى قوة عظمى. طيب. ليست مجرد جماعة يعني محاصرة في غزة، واضح إن في تحولها إلى قوة عظمى تسعى إلى تفكيك الجيش المصري. وواضح إن الجيش المصري في تركيز كبير جدا على ثلاث شخصيات. ويبدو ان العنوان الكبير بيوضع ثم يترك لباقي الصحف والمحررين. انا بس لو تديني نص دقيقه معلومه يعني هنربطه بشيء مهم جدا. عايزين ننتقل لمحاور هذه الفتره استاذ ماهر. هذه الفتره تشهد توتر واسع جدا بين حماس وبين فتح بعد المصالحه وبعد تشكيل حكومه التوافق الوطني التي خرجت منها حماس. حصل توتر الفتره اللي فاتت، حصل التفجيرات امام بيوت 15 بيت ومقر لفتح في غزه. الرئيس الفلسطيني عباس خرج واتهم حماس بأنها هي المسؤولة عن التفجيرات وبأنها تريد تعطيل الاحتفال بذكرى رحيل الرئيس عرفات. ثم تأتي هذه المعلومات المنشورة. أنا أشعر أن هناك شيء ما في الأفق يعني يهندس أو يخطط أو يمس حركة حماس الفترة القادمة. تمام. لأن حماس كانت موجودة في المفاوضات الخاصة بتعديل مبادرة الهدنة في العدوان على غزة. حماس كانت موجودة في مصر. تمام. وبدعم من المخابرات المصرية. آخر. الآن فجأة يتم الهجوم على حماس. أنا لا أدافع ولا أدين، إنما أنا أريد معلومات وأريد بيانات رسمية. طيب. فيما يتعلق بالمحور الآخر، دعوات للتظاهر ليوم 28 من نوفمبر، اليوم السابع، صفحة 3، الداخلية: أي اعتداء على المنشآت في يوم 28 من نوفمبر سيواجه بالذخيرة الحية. اليوم السابع في الصفحة الأولى أيضا: حسان ويعقوب ومشايخ السلفيين مع الأزهر ضد الثورة الإسلامية. الوفد في الصفحة الثانية: الأوقاف، صفحة الفيسبوك للتوعية بخطورة دعوة 28 من نوفمبر. المصري اليوم في الصفحة الثالثة تتحدث عن أن الداخلية تقول لدعاة الثورة المسلحة: لن نسمح بتكرار سيناريو 28 يناير وسنطلق الرصاص الحي. المصري اليوم في الصفحة الرابعة أيضا: الأزهر والإفتاء والأوقاف تتحدث عن دعوات مشبوهة بخصوص هذا اليوم ويجب قتل المشاركين فيها، رفع المصحف بدأت بالخوارج وانتهت بالإخوان حسب تصريح الوزارة. الجمهورية في الصفحة الثالثة: الداخلية، عدو أجنبي يدعم الإرهاب سيكشف عنه قريبا، ومواجهة التجاوزات في مظاهرات 28 من نوفمبر ستكون بالذخيرة الحية. أنا متوقفة عند فكرة اللي هو تكرار التهديد بالذخيرة الحية، وكأنهم هم ضربوا المتظاهرين في ثورة يناير بإيه؟ يعني وكأنه ده هيعملوا حاجة ما حصلتش قبل كده. أمال هم أمال المئات بل وصلوا الآلاف دلوقتي اللي هم قتلوا أثناء ثورة يناير وفي الوقت اللي هو وقت المجلس العسكري ووقت برضو الرئيس مرسي ومنذ 30 من يونيو، امال دول ماتوا بذخيره شكلها ايه؟ فانا مستغربه قوي التهديد وكانه بيعملوا حاجه جديده، وكانه قبل كده كانوا بيضربوا بالخرطوش بس. الا يعكس ده يعني يبدو ان هو بيعكس حاله من الانزعاج بشكل كبير من اليوم. هل اليوم على او الحدث على مستوى من التخطيط وعلى مستوى من التنفيذ والتعبئه يجعل الدوله يعني تستقبله بهذا الانزعاج بهذا الشكل؟ انا حاسه انه الدوله اصلا منزعجه جدا في مصر الحقيقه من كل حاجه، يعني ردود الافعال كلها ما بتدلش على حد لا واثق من نفسه ولا متمكن ولا مسيطر ولا اي حاجه. يعني حتى انه انصار بيت المقدس طلع فيديو فهم يقوموا ردين بفيديو يعني بسرعه تصريحات دي تدينها امام اي مجلس حقوقي اي حاجه يعني التهديد باستخدام الذخيره الحيه للمظاهرات، يعني مظاهره مفروض لسه ما ثبتش انها مثلا غير سلميه او انها مسلحه او انها اعتدت او انها تجاوزت.
ففي الوقت اللي هو العالم كله بيدعو ل يعني الغاء قانون التظاهر والسماح بالمظاهرات السلميه، بيتم التهديد علنا بالطريقه دي. فزي ما بقول ده ما بيعكسش خالص انه حد لا مرتاح ولا واثق من نفسه ولا اي حاجه. يعني في البدايه انا ليا تحفظ على يعني مصطلح الثوره الاسلاميه وعلى الشعارات التي يعني تحدث عنها من دعوا الى هذه الى ما يسمى بالثوره الاسلاميه. وانا كمان لست مع يعني خروج في يوم 28 يناير تحت 28 فبراير تحت اسم الثوره الاسلاميه او غير الثوره الاسلاميه، 28 نوفمبر تحت الاسم لانه هذا لانه هذا يفتح، ما هو ده ده ده, ده في العناوين، لانه هذا يفتح المجال لمزيد من سفك الدماء. يعني عندما يتحدث اللواء عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللي هو أهان عبد اللطيف استخدام الذخيرة الحية، فهذا يعني أنه عمليا سيتم استخدام الذخيرة الحية، وهو يربطها بالاقتراب من المنشآت، أنه عمليا ليس بالضرورة الاقتراب من المنشآت، إنما هذا تمهيد لاستخدام هذه الذخيرة الحية يوم 28 فبراير. يعني أنت تعطي فرصة 28 نوفمبر تعطي الفرصة لاستخدام الذخيرة الحية التي كما قالت تستخدم بالفعل. سؤالك في محله، أنه فعلا في حالة من الإنزعاج، في حالة من الإنزعاج الشديد في المؤسسة الدينية وفي المؤسسة الأمنية وفي المؤسسة السياسية في الدولة المصرية. طيب إيه مصدر الإنزعاج ده؟ يعني يبدو أن الأمور مألوفة، يعني في دائما دعوات للإحتشاد تمت قبل كده بشكل كبير في أكثر من مناسبة، والأمور يعني صحيح، وإن على مدار دلوقتي 16 شهر تتم مواجهات للمتظاهرين كل يوم أو كل يوم جمعة، ويعني بالذخيرة الحية برضه يتم النشر فيه أو يعني يتحدث الإعلام مكتوب أو فضائي أو خلافي. سقف التهديد في الصحف المرة دي مرتفع جدا، إنه طبعا لأنه هو كلمة ثورة إسلامية، هم يعني يخشون من دغدغة العواطف بثورة إسلامية بتطبيق الشريعة عودة الدولة إلى هوية اللي هي الشعارات التي رفعت في هذا اليوم يعني. وإنه حتى الجبهة السلفية هو في خلط في الإعلام، في خطأ، يتحدثون عن إنه الدعوة السلفية وإنه السلفيين، لا، هي شريحة واحدة من التيار يعني السلفي، هي الجبهة السلفية التي دعت إلى الخروج في هذا اليوم. استخدمت على مدار العام الفائت ويعني لم يلحظ أن في تجاوب بالشكل الضخم معها، يعني بشكل كبير، يعني الثورة الإسلامية ومعركة الهوية وما إلى غير ذلك، هذه هي دائما مصطلحات استخدمت، يعني لم تستخدم، يعني استخدمت بشكل كبير ومكثف طوال السنة ونص الماضية. ما هو إما تحط هذه العناوين، يعني تحط هذه العناوين بجوار عناوين اليوم السابع وبجوار عناوين الصحف الأخرى وما يتكرر يوميا عن إسقاط الدولة، تفكيك الدولة، نزع هيبة الدولة، نزع هيبة جهاز الشرطة، العلاقة، تشويه المشروعات القومية، كل هذه الشعارات التي تستخدم وكل هذه العناوين التي تستخدم وكل هذه العبارات التي تستخدم يوميا مع العناوين المستخدمة اليوم، إذن هناك أزمة في هذه الدولة. كل ارتباط هناك أزمة في هذه الدولة القادم من سيناء، لربما ان دوت يعني يدفع الدولة للشعور بشكل كبير جدا ان هي بتحارب على اكثر من جبهة، فده بالنسبة لها شعور. لا، هو ده بيصدر الأزمة للمواطن. ارتباط يعني بحوادث سيناء؟ لا، سيناء هو بيصدر الأزمة للمواطن المصري البسيط، بمعنى إيه؟ أن يجعله دائما يعيش في فزعة، في فزعة، يعني الفزعة الجديدة من اليوم، مش من اليوم، منذ أيام، هي فزعة 28 نوفمبر، الثورة الإسلامية في 28 نوفمبر، الخوارج، حتى استخدام استعادة لفظ الخوارج ورفع المصاحف. ووزير الأوقاف يتحدث عن منظمات عالمية إرهابية وصهيونية وراء الثورة الإسلامية. طيب يا وزير الأوقاف، حدد يعني ليه حدد صهيونية تعني اللوب اليهودي، تعني إسرائيل، ما هي تعني الصهيونية العالمية، تعني الولايات المتحدة الأمريكية. طيب ومنظمات إرهابية عالمية، ليه دول هيدعموا ثورة إسلامية؟ حدد لماذا يدعمون ثورة إسلامية. يعني تم نزع حكم كان يعني يعتبر نفسه حكما إسلاميا، ويقال إنه إسرائيل لها دور في هذه المسألة والأمريكان يعني مرروا هذه المسألة، فكيف يدعمون ثورة إسلامية مرة أخرى؟ ده يعكس حالة أزمة، تصدير حالة الأزمة باستمرار للمواطن المصري البسيط، إشعاره أنه يعيش في حالة حرب، لن تتوقف هذه الحرب، وبالتالي أيها المواطن البسيط لا تتحدث عن انقطاع كهرباء، لا تفكر في انقطاع كهرباء، لا تتحدث عن بطالة، لا تتحدث عن حوادث مرور، لا تتحدث عن ارتفاع أسعار، لا تتحدث عن مياه صرف صحي، عن مشروعات صرف، لا تتحدث عن انقطاع مياه شرب، لا تتحدث عن أي أزمة من أزماتك الحياتية اليومية، وإنما تحمل وتكاتف معنا في هذه الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب. طيب، محور آخر في اليوم السابع في الصفحة الأولى، تيار الاستقلال يطالب محلب بقانون ترسيم حدود المحافظات قبل تقسيم الدوائر. في اليوم السابع أيضا في الصفحة الثانية، انسحاب أحزاب المؤتمر والتجمع والغد من قائمة الجنزوري
في الوفد في الصفحة الأولى: محلب أقسم بالله على إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، رئيس الوزراء يؤكد صدور قانون تقسيم الدوائر نهاية شهر نوفمبر الجاري. المصري اليوم في الصفحة الرابعة: المسودة النهائية لتقسيم الدوائر نائب لكل 140 ألف ناخب، القاهرة 63 مقعدا والجيزة 41 ومقاعد للتجمع وحلايب وشلاتين والنوبة. مصر اليوم في الصفحة الثالثة: انسحاب التجمع والمؤتمر والغد من مفاوضات قائمة الجنزوري، تخبط سيد القرار. في صحيفة الوطن في الصفحة الثانية: الانتخابات البرلمانية، الهنيدي للوطن، ترسيم المحافظات، يعيد تقسيم الدوائر لنقطة الصفر والاستقلال. محلب: أخبرنا ببدء الانتخابات في ديسمبر وانقسام في قوائم الجنزوري. روز اليوسف في الصفحة الأولى: لبيب يطالب المحافظين بوضع خطط للانتخابات البرلمانية المقبلة. حكاية الانقسام في قائمة الجنزوري كبداية، أنا متوقفة أكتر عند أنه محلب بيقسم أنه الانتخابات هتكون نزيهة. يعني ما فيش حاجة اسمها كده أنه رئيس وزراء لما يقسم فالناس تصدق الكلام ده في خلال بقى الأسرة الواحدة، الأب يقسم والأولاد يصدقوه. إنما يعني نزاهة الانتخابات مش بيكون بقسم المسؤول، بيكون بالإجراءات اللي بتتخذ، والأهم الأجواء المحيطة. وده السبب اللي هو كارتر لما أعلن أن غلق مركز كارتر وانسحابه من مراقبة الانتخابات القادمة، وقال أنها لن تكون ديمقراطية، لأنه الجو العام كله اللي احنا بنتكلم فيه، كل الجوانب اللي احنا بنتكلم فيها دي لا تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية. فحكاية أنه يقسم أو لا يقسم ده يعني حاجة ملهاش أي مثيل في أي دولة من العالم. نشوف يعني كل العناوين. الوطن النهارده كانت موفقة جدا في عنوانها، ويعني لخصت لب المشكلة، ان هناك التخبط سيد الموقف. التخبط سيد قرار الانتخابات البرلمانية. بالفعل هناك تخبط، وحتى صياغة خبر الوطن كان مكتوب بحرفية يعني مشهود لها، تحدثت عن لب المشاكل الأساسية التي لم تنتهي بعد، وبالتالي يستحيل أن تتحدث عن مواعيد لإجراء الانتخابات، اللي هو ترسيم، اللي هو تقسيم الدوائر. تقسيم الدوائر مربوط أو مرهون بالترسيم الجديد لحدود المحافظات. لا تستطيع أن تحدد دوائر ما لم تنتهي من ترسيم المحافظات، لأنه ممكن تعمل دائرة وبعد كده ويتم الانتخابات على أساسها، وبعد كده تيجي تعمل الترسيم فيما بعد، فتلاقي نص الدائرة وقع في محافظة والنص وقع في محافظة تانية، ما بقتش دائرة، بقت في إشكالية هنا، فلازم تنتهي من الترسيم. الترسيم لم ينتهي، قانون تقسيم الدوائر نفسه لم ينتهي حتى الآن، لأنه مرتبط بالترسيم. أستاذ ماهر، القوى المدنية نفسها أو ما تسمى بالقوى المدنية، وهي يعني تضم أحزاب 98 حزب أو 70 حزب أو 80 حزب أو أكثر من حزب، تفشل حتى الآن في تحديد قائمة تخوض بها الانتخابات. الأهم يعني رئيس الوزراء ليس رجل سياسة، وبالتالي رجل السياسة لا يقسم بالله أن الانتخابات ستكون نزيهة، لأنه الأصل أن الانتخابات يجب أن تكون نزيهة. هذا لا يحتاج قسم. ثانيا، النزاهة في حد ذاتها ليست هي القضية، إنما القضية ما يسبق التصويت في الصندوق أو وضع ورقة التصويت في الصندوق من بيئة سياسية مواتية تؤكد بالفعل أن المحصلة النهائية وهي التصويت في الصندوق نزيه، بمعنى إتاحة الفرصة لمن يريد أن يترشح، إتاحة الفرصة لكل القوى السياسية، عدم الترويع، عدم التخويف، عدم التفزيع، عدم الإقصاء، عدم النفذ لطيارات سياسية معينة، نفذ لطيارات سياسية معينة عن الترشح. كل ده مش حاصل، وهذا كله حتى الآن يعني لا تدري يعني ماذا يتم، ماذا يجري. هذه الكعكة التي يتم أو محاولة تقسيمها على حتى قوى سياسية نفسها فاشلة، قوى سياسية غير جديرة. ثانيا، تعطي ما يسمى بتيار الاستقلال أهمية، أن هذا تيار الاستقلال يجلس مع رئيس الوزراء، حتى في الخبر حتى طلوع الصبح ما هو تيار الاستقلال. وعندما تقرأ الأحزاب التي يضمها تيار الاستقلال، ما أنزل الله بها من سلطان، أول مرة أسمع ما هو طيب. تأثيرها، ما هو وجودها في الشعب. طيب تمام. رئيس الوزراء يفترض أن ينام ليمارس، ليتابع الأداء التنفيذي للحكومة، ولا يفضل قاعد طول الليل طيب. مع تيار لا وجود له. ننتقل إلى محور آخر. اليوم السابع في الصفحة الثانية: بعد عودة السفراء إلى الدوحة، مساعي خليجية لتهيئة الأجواء بين مصر وقطر. والوفد في الصفحة الأولى: بوساطة كويتية ورعاية سعودية، مصالحة خليجية مصرية مع قطر. المصري اليوم في الصفحة الأولى: دبلوماسي مصري متمسكون بشروطنا للتصالح مع قطر. إيه هي الشروط؟
انه هو مع عدم ايواء قيادات من الاخوان اللي هم بيسموهم ارهابيين الان. هل هي شروط معلنه ولا شروط خفيه؟ لا ده ده من ضمن الحاجات اللي معروفه، بس كمان في كلام في صحف اخرى انه بيتكلم على انه عوده السفير المصري الى الدوحه قريبا كمان. تمام. نشوف هنا الوفد، الوفد يعني يفترض وفد مصطفى شردي، المرحوم الكبير العظيم مصطفى شردي لم يعد له وجود اليوم في الوفد. نحن الآن أمام وفد آخر، جريدة وفد آخر، وحتى حزب وفد آخر ليس هو حزب سراج الدين في السياسة وفي الإعلام. الثلاث شروط، الشرط الأول اللي هو تسليم المطلوبين من قادة الإخوان المسلمين المتواجدين في الدوحة والصدر الحقيم أحكام. الشرط الأول التسليم، الإيواء والتسليم. الشرط الثاني أن وقف التحريض ما يقال أو ما يسمى بوقف التحريض على الدولة المصرية، الدولة المصرية يعني لم يقال النظام المصري، النظام السياسي المصري أو السلطة المصرية، إنما الدولة المصرية. الحالة الثالثة أو النقطة الثالثة في الشروط عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر. هذه هي الشروط الأساسية التي تحدث عنها المصدر المجهول الذي لم يعلن عن اسمه، وأنا لا أدري لماذا لم يعلن عن اسمه، لماذا لم يكن يعني بيانا من وزارة الخارجية. وأنا يعني لا أعتقد أن قطر وافقت أنها تسلم أي حد. وهذا كلام يعني كلام ليس جديد. تعال بقى نشوف وفد اليوم يا أستاذ ماهر. طيب. يتحدث وفد اليوم عن أنه تعهد تميم، أي الشيخ تميم حاكم قطر أمير دولة قطر، بعدم إيواء ودعم الإرهابيين. يعني الخطاب الرسمي القطري لا يتحدث عن إرهابيين، إنما يتحدث عن يعني جماعات سياسية. الخطاب الرسمي كله القطري لا يتحدث عن إيواء ودعم الإرهابيين، فيضع على يضع على لسان الشيخ تميم ما لم يقوله الشيخ تميم وما لا تقوله السياسة القطرية. طيب. النقطة الثانية أستاذ انتظر أستاذ ماهر، يعني حتى نضع لأن إحنا عندنا كمان محور إنه قطر قدمت تنازلات ووعود على مستوى علاقتها مع الإخوان. ماذا أدرك كاتبة الخبر والجريدة أن قطر قدمت تنازلات ووعود؟ حتى الآن اتفاق رياض التمويلي الذي يعني قيل أنه تم التوقيع عليه في اجتماع أمس لم يعرف ما هو هذا الاتفاق، ما في هذا الاتفاق؟ كيف تتحدث الوفد عن هذه المعلومات؟ يعني كيف تتحدث الوفد عن معلومات هي لا علاقة لها بها ولا تدري عنها شيء ولا تعلم عنها شيء؟ الوفد نفسها في الخبر تناقض نفسها أستاذ ماهر، تتحدث عن أنه لم يكشف عن بنود الاتفاق، يعني في فقرة تالية لم يكشف عن بنود الاتفاق، وتتحدث في فقرة سابقة أنه قطر قدمت تنازلات ووعود على مستوى علاقتها مع الإخوان. كأن زميلتنا الأستاذة قاعدة وسط القادة، قادة مجلس التعاون الخليجي في اللقاء الذي تم أمس، واطلعت على الاتفاق فقالت أن قطر قدمت تنازلات، وبعد فترة تكتشف أنها لم تجلس معهم فتقول أنه لم يكشف عن الاتفاق. لا أحد يعلم ماذا جرى في الاتفاق. الاتفاق حتى الآن اتفاق دول له خصوصياته، لم ينشر عنه ويحترم ذلك. يعني يعني وفد اليوم، وفد اليوم يعني عندما تقيمه، عندما تقيسه على مسطرة القيم والقواعد المهنية، تجده يشذ شذوذ بعيد جدا يعني عن وفد حتى مصطفى شردي وعن وفد أستاذ جمال بدر الله يرحمه محسن إليه، وهذه يعني القامات الكبيرة التي يعني دشنت وأنشأت صحافة معارضة حقيقية في مصر كانت تهتم بالمعلومة وتهتم بالدقة وتهتم بالمصداقية وتهتم بالإنصاف وتهتم بالعدالة في التعامل مع المعلومة المقدمة. تمام. في اليوم السابع أيضا في الصفحة الأولى، الزراعة توفير 527 ألف إردب تقوي للحصول أو للوصول ل 3.4 مليون فدان قمح. اليوم السابع في الصفحة الثالثة، الكهرباء تستعد لأزمة انقطاع التيار الكهربائي قبل حلول الصيف. وفي الأهرام في الصفحة الأولى، قناطر جديدة على مفيد طشكة بتكلفة تقدر بنصف مليار جنيه. في الوفد في الصفحة الثانية، الوفد رئيس الجهاز جهاز المحاسبات في تصريحات خاصة للوفد، صفقة الجرارات الأمريكية وغياب الصيانة وراء تردي أوضاع السكك الحديدية. وفي الوفد في الصفحة الثالثة أيضا، 7.68% قرشا للدولار في السوق السوداء. والمصري اليوم في الصفحة الخامسة، مسؤول يتحدث عن أن 700 مليون دولار مساعدات وقروض في الطريق إلى مصر. وفي الجمهورية في الصفحة الأولى، في اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة محلب، يتحدث عن أن الاقتصاد يتعافى والنمو يقدر ب 6.8% في الربع الأول. والمصري اليوم في الصفحة الأولى، تقييم حالة 47 ألف مدرسة في 6 أسابيع لرفع كفاءتها. في الأهرام في الصفحة الأولى، عودة حركة السياحة المصرية للخريطة العالمية، الرئيس يبحث تذليل العقوبات وتوفير وسائل الراحة للسائحين. الوطن في الصفحة الأولى، الحكومة الأراضي للمستثمرين والفصل للعمال. وروزا اليوسف في الصفحة الأولى، خلال مؤتمر الاتحاد العربي
ببيومي يتحدث عن تقاعس الوزراء أضاع على مصر 200 مليون يورو. سريعا يعني الخبر بتاع الزراعة يهمني، أنا رجل مهتم بالزراعة، يعني أنه الأمل أن يتم زراعة 3 ملايين و 400 ألف فدان قمح. يعني أعتقد أنه المسألة مبالغ فيها. ليه بقى؟ لأن الحكومة من فترة أعلنت أنه توريد أرداب بالقمح في العام الجديد هيكون ب 420 جنيه، و 420 جنيه ليس سعرا مغريا، لا يدفع الفلاح إلى زراعة الأرض قمح، وبالتالي يصعب الوصول إلى هذا الرقم. لأنه لو مثلا كان 1500 جنيه معقول، 500 جنيه للأرداب ده يغري الفلاح على أنه يزرع قمح، يفضل القمح على الزراعات الأخرى، يعني على المحاصيل الأخرى. وبالتالي هذا رقم مبالغ فيه، وأتمنى لكن أتمنى أنه يتم زراعة. صفقة الجرارات دي صفقة عجيبة الشكل، وهذا خبر موفق الذي نشرته الوفد، نحيي الوفد، يعني كما انتقدناها منذ فترة نحيي على هذا، يعني في النهاية تجد برضو نقاط بيضاء، يعني ليس الثوب كله يعني معتي. وهذه صفقة عجيبة، عندما تقرأ الخبر لابد أن يرتفع ضغط الدم. تم التعاقد أستاذ ماهر على صفقة قرارات غير متناسبة وغير ملائمة للفلنكات اللي محطوطة عندك. يعني أنت بتروح تجيب قرارات عشان تمشي على فلنكات، الفلنكات دي معمولة من 50 سنة، من 70 سنة، من 100 سنة، من 10 سنين، فلا جابوا قرارات ملهاش علاقة بالفلنكات، فاضطروا يعدلوا وضع الفلنكات عشان القرارات تقدر تمشي عليه. أنت شايف إزاي؟ العربة قبل الحصان ولا الحصان قبل العربة؟ لا، جابوا العربة وحطوها قدام الحصان عشان العربة تجر الحصان. مفروض الحصان بيتحط وبعدين العربية تتركب فيه ويسحب. عملوا ايه بقى لما تورطوا في الصفقة؟ عدلوا الفلنكات عشان تتوائم مع الجرارات، وما نفعش برضو، لا زالت هناك اعطاء وهناك مشاكل الدنيا. هذه مأساة من مآسي مصر، جزء من الفساد الذي يعشش في مصر. عنوان الأهرام طبعا عنوان في تزييف، في تضليل، ليس له علاقة بالنص المنشور في الأهرام أو بالنص المنشور في الصحف الأخرى. وبالمناسبة النص واحد، النص المنشور في كل الصحف عن 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 لقاء الرئيس السيسي اليوم بالشركات العالمية الكبرى في السياحة، هو نص معمم خارج من مؤسسة الرئاسة، لا يتحدث عن عودة السياحة إلى الحرق، إنما هي تمنيات. العنوان الآخر، عنوان الأهرام الآخر هو الأكثر دقة، العنوان الفرعي أسفل العنوان الرئيسي، الذي يتحدث عن تذليل العوائق وتذليل العقبات أمام استعادة مصر حركة السياحة مرة أخرى. في العنوان يتفاخر النص المكتوب عن أنه مصر حققت في 2010 12 مليار دولار في السياحة، وهذا يعني كأنه فتح وشيء عظيم. انظر إلى أسبانيا، ماذا تحتوي أسبانيا أو فرنسا من أثار أو من يعني عوامل سياحة مقارنة بمصر؟ لا شيء تقريبا، يعني لا شيء مهم بجانب مصر يعني. وهذه الدول تحقق 31 مليون سائح، أسبانيا 51 مليون سائح في باريس، انت محقق 12 مليون سائح وطالع بيوم السم، وانت عندك ثلث اثار العالم. لو حقيقي، لانه اعتقد انه ده عدد مبالغ يعني 12 مليار دولار، 12 مليار دولار دول بتعملهم دبي اللي هي يعني متر في متر بالنسبه لمصر. ماليزيا تحقق سياحه اكثر من مصر، تايلاند تحقق سياحه ارقام اكثر من مصر، وانت متخلف. وتذليل تذليل تذليل يعني ازاله العقبات امام السياح بيبدا بالمناخ السياسي، المناخ الامني، البنية الأساسية في الدولة المصرية، طرق، صرف، مياه، بيبدأ من المطار ومن طريقة استقبال السائح وعدم التعامل مع السائح لأنه نهيبة، وابتزاز السائح وتجريده مما في جيوبه من مال في المناطق السياحية التي يذهب ليها ومنذ المطار. وبالتالي السائح الذي يأتي مرة لا يأتي مرة أخرى، ويذهب إلى بلده ويقدم صورة غير إيجابية وغير حضرية عما يحدث للسائح في مصر. السائح في مصر تحول إلى سبوبة، الكل يريد أن يأخذ ما في جيبه ولا يعطيه شيء، وبالتالي سيعود السائح إلى وطنه وهو يحمل صورة سيئة عن مصر. وهذا تقصير شديد من الدولة، من الأجهزة الرقابية في الدولة، وفي نفس الوقت تخلف شديد من المواطن المصري الذي يعمل في السياحة والذي لا يقدر عواقب سلوكه وتصرفاته مع السياحة. وإذا بقى منطقة الأهرامات الجيزة مثلا، أنت كمصري وشوف هيتعمل معك إيه، مش أجنبي. طيب أشكركما شكرا جزيلا، الكاتبة الصحفية أستاذة نادية أبو المجد والكاتب الصحفي أستاذ طه خليفة، أشكركما شكرا جزيلا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من سكرتير التحرير، نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم غدا مع طبعة جديدة من سكرتير التحرير.